المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قناة النصر 24 إليكم نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. طرفا التفاوض السودانيين في جوبا يتفقان على معظم القضايا العالقة، ومستشار رئيس دولة الجنوب يؤكد اقتراب التوصل إلى سلام شامل. الاتحاد الإفريقي يعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاقات مع دول إفريقية باستضافة المهاجرين في ليبيا. وانطلاق فعاليات المنتدى الأول لحكومة الإنترنت للشباب بتشاد. إلى تفاصيل الأخبار. نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان دورة تدريبية لنزلاء السجون بتشاد بالتعاون مع مكتب الاتحاد الأوروبي، وتهدف الدورة إلى تأهيل النزلاء وتعليمهم للاستفادة من خبراتهم حتى ينخرطوا في المجتمع بعد انقضاء فترة الإصلاح في السجون. الورشة التدريبية التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب الاتحاد الأوروبي في البلاد كانت لصالح نزلاء السجون، وكذا تدريب المدربين للمساجين داخل السجون المختلفة في تشاد. وخلال هذه المناسبة تحدث المدير العام للسجون في تشاد بنغار بيسنابي عن أهمية الورشة التي خصصت لتقوية كفاءات مكوني العمل المهني داخل المؤسسات التعليمية لصالح السجناء في تشاد. لذا فقد أكدت مديرة الإدماج الاجتماعي والصحي بوزارة العدل وحقوق الإنسان الهدف من إقامة هذه الورشة إنشاء مشروع لتكوين المساجين داخل السجون في عدة نشاطات مختلفة، منها النجارة، الخياطة، الحدادة، بالإضافة إلى محو الأمية. لذلك تم عقد بين النحو الأمية بالإضافة إلى وزارة التكوين المهني لإنجاز وإخراج المساجين أشخاص صالحين إلى المجتمع، وحتى يؤدي السجن الدور المنوط به. المدير العام بوزارة العدل وحقوق الإنسان ماجي تنغاتراهو أشاد بالفكرة الوطنية التي وضعتها الحكومة لتحسين الحياة الاجتماعية التركيز الجيد من أجل تقديم الخدمات الإنسانية. تبقى الإشارة إلى أن الورشة التأهيلية لنزلاء السجون في تشاد تستمر حوالي أسبوعين. انطلقت فعاليات المنتدى الأول لحكومة الإنترنت للشباب الإفريقي تحت رعاية فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو، وتأتي فكرة المنتدى للاستفادة القصوى من خدمة الإنترنت وتكوين آليات لها القدرة على الإدارة الرشيدة. تعزيز صوت الشباب الإفريقي في إدارة الإنترنت، تحت هذا الشعار انطلقت أعمال هذا المنتدى الأول لحوكمة الإنترنت للشباب الإفريقي، الذي جاء تزامنا مع المنتدى الإفريقي لحوكمة الإنترنت الذي تحتضنه البلاد بتاريخ 10 سبتمبر الجاري في نسخة تعد الثامنة من نوعها، وضعت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. فكرة تنظيم هذا المنتدى جاءت بها منسقية منتدى حوكمة الإنترنت للشباب الإفريقي التي تنضوي تحتها عدد من الكيانات الشبابية. خطابات عدة قدمت خلال إطلاق هذا المنتدى، بدءا بخطاب الترحيب الذي قدمه منسق حوكمة الإنترنت للشباب التشادي خزيفي إسحاق، تلا ذلك خطاب نائب رئيس جمعية الإنترنت العالمية أبكر عمر مسار الذي تناول بداية تأسيس هذه الجمعية التي قال إنها رأت النور منذ العام 2008، ومختلف الأنشطة التي قامت بها في سبيل تعزيز الإنترنت وسهولة الحصول عليه لكافة المستخدمين هنا بالعاصمة إنجمينة وأماكن أخرى. أما منسق منتدى حوكمة الإنترنت للشباب الإفريقي فقد تناول أهمية تنظيم هذا المنتدى. هذا المنتدى منتدى حوكمة الإنترنت للشباب الإفريقي يهدف إلى كيفية مساهمة الشباب في تشكيل هيئة الإنترنت للشباب الإفريقي، لأن الإنترنت له فوائد كثيرة، له جوانب إيجابية وسلبية. وهذا المنتدى يعني يضم أكثر من 15 دولة إفريقية مساهمين في هذه المبادرة. هذا ونشير إلى أن المنتدى يسعى لتوعية الشباب عن كيفية الاستخدام الأمثل للإنترنت، وذلك لتنمية إفريقيا عامة وتشاد على وجه الخصوص.
أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك حرص الحكومة على خلق شراكة وعلاقة أكثر إيجابية. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بمجلس الوزراء المبعوث الخاص للأمم المتحدة للقرن الإفريقي بارفيت أونغا، والذي هنأ حمدوك بتوليه رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية. وعبر أونغا عن تفاؤله بنجاح الفترة الانتقالية، وقال إنها ستنعكس إيجابا على السودان بشكل خاص وإفريقيا على وجه العموم، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لمساندة برامج حكومة الفترة الانتقالية. أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق والركن عبد الفتاح البرهان بالعلاقات المتميزة بين السودان والعراق، وأكد لدى لقائه سفير دولة العراق لدى السودان حسين العمري بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد، أكد على استراتيجية العلاقة بين الخرطوم وبغداد وضرورة استمرار التعاون في المجالات كافة. وقال سفير جمهورية العراق إنه قدم التهنئة لرئيس مجلس السيادة على الاتفاق الذي تم بين السودانيين. اتفق طرفا التفاوض في محادثات جوبا حول معظم القضايا العالقة بينهم، وأكد تود جولواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان اقتراب توصل الطرفين إلى سلام شامل، مشيرا إلى أن الطرفين انخرطا في مناقشات جادة خاطبت جذور المشكلة واستمرت ليومين بعد وصول وفد المجلس السيادي بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو. وقال مستشار دولة جنوب السودان إن الاتفاق المنتظر توقيعه سيشكل ورقة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو. الاتفاق وصلنا لحياة كثيرة، حل القضايا كان المعلقة طول حنا، وكان من أول بدين من أمس والليلة، وإن شاء الله قريب بكرة نكتبه بحاجة بشرف الشعب السوداني هناك للمواطنين في السودان. نحن السلام على وشكم إن شاء الله جايا، والأكوان كل أطراف إذا كان أركان مسألة أو الوفد تعمل السيادة بدور السيد الإمتير كان نقاشا بنان، ونحن ناقشنا كل قضايا المعلقة المعروفة في كل وار في كل مناطق مختلفة، لكن الآن في جوبا طلع لوار كان جيدا، ناقشنا كل مواضيع بخل المناطق المهمشة بسموه مناطق الصراعات في السودان. وجملة تمثيلا احنا قاعدين الان احنا كنا جلسه ثانيه مره ثانيه مع مجموعه ثانيه بقول عبد العزيز هذا ميلو، ونحن الان تين مع جفا سوريا نسيق ورق واحد من الشرقه ونفي مجموعه ثانيه ان شاء الله بكره يكون في يفشر الخير ان شاء الله بكره، يعني نخرج مخرجات طيبه يشرف لكل ما نحن نمنع له نحقق السلام بعدها فرصه نكون فكر الطريق، وإن شاء الله نحقق السلام بعد فرصة للمواطنين في السودان إن شاء الله. أدانت بريطانيا بشدة بيع النفط على الناقلة أدريان داريوان لسوريا، واصفة نظام الأسد بالوحشي. بلهجة هي الأقوى منذ تشكيل حكومة بوريس جونسون، دانت بريطانيا إيران متهمة إياها بانتهاك القوانين الدولية وتحويل النفط على متن الناقلة غريس وان أدريان داريا وان إلى سوريا ونظام الأسد المجرم بحسب وصف بيان للخارجية البريطانية. هذا فيما تم استدعاء السفير الإيراني في لندن من قبل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لشجب تصرفات إيران. وقال راب إيران تجاهلت تماماً التطمينات التي أعطتها بخصوص أدريان داريا وان، وبيع النفط لنظام الأسد الوحشي يزعزع استقرار المنطقة، وهذا يشمل تزويد الحوثيين في اليمن ودعم إرهابي حزب الله. وانتقد البيان محاولات إيران قرصنة السفن التجارية في مياه الخليج، ونكثت طهران ضمانات ووعودا قطعتها لحكومة جبل طارق بعدم تمرير النفط لدول خاضعة لعقوبات أوروبية في سوريا أو غيرها. السجال الدبلوماسي هذا يأتي على خلفية احتجاز البحرية البريطانية لناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق، فقام الحرس الثوري الإيراني بقرصنة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. احتى
استلت قضية حقوق الإنسان في اليمن صدارة المناقشات في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تركزت المناقشات على تقرير لجنة الخبراء الدوليين، إلا أن الصورة التي رسمتها كانت قاتمة مع انتهاكات ميليشيا الحوثي التي تمنع وصول المساعدات إلى ملايين المحتاجين من المنظمة الدولية. حذر تقرير لجنة الخبراء الدوليين من عواقب استمرار النزاع في اليمن على أوضاع السكان المدنيين، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة بسبب استمرار العمليات الحربية. إنسانيا برزت حاجة نحو 80% من اليمنيين إلى مساعدات عاجلة. بعد مرور 5 سنوات على النزاع، يتزايد تدهور الوضع في اليمن، ويتسبب أطراف النزاع بشكل مباشر وغير مباشر في إلحاق أضرار جسيمة بالسكان من خلال تجاهلهم للقانون الدولي وحقوق الشعب. يواجه السكان مستويات غير مسبوقة من الحاجة إلى المساعدة الإنسانية مع وجود جيوب تشبه الظروف السائدة فيها المجاعة. لجنة الخبراء اتهمت أطراف النزاع بانتهاك القانون الدولي الإنساني، وهو ما أثار الحكومة الشرعية التي وصفت التقرير بعدم الموضوعية ورفضت في مداخلة موجزة التعاون مع الخبراء. كمنظمات مجتمع مدني رفعنا إليه العديد من التقارير فيها موثقة بالأرقام، لم نجد لها أي صدى في التقرير، بينما تم الأخذ بتقارير منظمات المجتمع المدني المحسوبة على الحوثيين. التقرير لم يحدد نسب الانتهاكات، هذه مشكلة كبيرة حقيقة. نحن نعرف أن الحوثيين يرتكبون 85% إلى 90% من هذه الانتهاكات، وهذه نسبة كبيرة، ولكن التقرير عندما يقول أن الجميع منتهكون من غير أن يحدد النسب، فهو يخدم المصالح الحوثية ويخدم اللوبي الإيراني من وراء ذلك. يكفي المجرم دعما أن تقول أن الجميع مجرمون. بريطانيا حثت الحوثيين على وقف استهداف المدن السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وفرنسا طالبت الأطراف كافة باحترام القانون الإنساني الدولي. أعرب الاتحاد الإفريقي عن عمله بالتوصل إلى اتفاقات مع دول إفريقية باستضافة المهاجرين المحتجزين في ليبيا، بعد أن توصل مع رواندا لاتفاق باستضافة المهاجرين إليها. 34 مهاجرا أفريقيا خرجوا من الساحل الليبي بقارب متهالك في رحلة تمنوا أن تنتهي في أوروبا، ليتم إنقاذهم من قبل سفينة إغاثة قبل أن يبتلعهم المتوسط. مصيرهم هو نفس مصير آلاف ممن سبقوهم، العودة إلى مركز احتجاز المهاجرين في ليبيا التي أصبحت غير قادرة على استقبال المزيد. تقول الأمم المتحدة إن 42,000 مهاجر يعيشون في ليبيا في ظروف قاسية من سوء المعاملة ونقص الغذاء والرعاية الطبية. وفي محاولة لتخفيف الضغط عن ليبيا، أعلنت رواندا الدولة الصغيرة في وسط أفريقيا استعدادها لاستقبال 30,000 من هؤلاء المهاجرين بعد اتفاق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. سيتم نقل المهاجرين على دفعات متتالية تبدأ ب500 شخص لمنع إرباك قدرات رواندا التي قال المسؤولون فيها إنها ستضعهم في مركز إيواء مؤقت قبل نقلهم إلى أماكن أخرى إذا لم يوافقوا على العودة إلى بلدانهم الأصلية. معظم المهاجرين الذين سينقلون انطلقوا من دول القرن الأفريقي، ووجدوا فرصة في العبور إلى أوروبا من خلال ليبيا التي أصبحت بوابة الشمال لانهيار مؤسسات الدولة منذ عام 2011. نهاية النشرة، إليكم تذكير بأهم ما ورد فيها. طرفا التفاوض السودانيين في جوبا يتفقان على معظم القضايا العالقة، ومستشار رئيس دولة الجنوب يؤكد اقتراب التوصل إلى سلام شامل. الاتحاد الإفريقي يعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاقات مع دول إفريقية باستضافة المهاجرين في ليبيا. وانطلاق فعاليات المنتدى الأول لحكومة الإنترنت للشباب بتشاد. من قناة النصر 24 قدمت لكم نشرة الأخبار، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.